وسهلا بيكم في حلقه جديده في برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. حلقه النهارده ان شاء الله هتعتبر خاصه باللانشون، وفي الاخر هنعمل منتج بتحبوه جدا بس هعمله باللانشون. طبعا المنتج اللي بتحبوه جدا كلكم هو البيتزا من الاخر يعني، فهي هنعمل ان شاء الله في اخر حلقه بيتزا برضو باللانشون. فهنعمل كده ايه، ثلاث اربع انواع من على قد ربنا ما يكرمنا كده هنقدر نعمل اللانشون. اول حاجه طبعا هعمل اللانشون اللي بتجيبوه من السوق عادي خالص، اللي بتقولوا اديني لانشون عادي اللي هو بيبقى لا فيه لحمه ولا فيه فراخ، بس طبعا هم بيسموه لانشون اللحمه. عملناها مع بعض قبل كده بس طلب كتير جدا، فقلت نعيد من تاني ونزود حاجات ونشيل حاجات، يعني كل مره ان شاء الله بنطلع المنتج احلى من المره اللي قبليه. المره دي بقى اللي بقول لكم عليها اللي هعمل لانشون العادي ده عباره عن ايه؟ انا المره اللي فاتت انا حطيت دقيق مش محمر، النهارده حطيت دقيق محمر. بقول لكم كل مره بنطلع المنتج ان شاء الله احلى. هنعمل ايه بقى؟ بص المقادير دي، ست بيضات ده اللانشون العادي، ست بيضات، كوبايه دقيق محمر. يعني ايه محمر؟ يعني احطه في طاسه كده وافضل احمر فيه لغايه ما يديني اللون الغامق شويه دوت، ممكن تخليه كمان غامق عن كده كمان. قلبي فيه عادي من غير ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، احنا بنفضل نقلب في الدقيق على النار لغايه ما يديني ايه اللون الكريمي او اللون الاغمق شويه. نص كوبايه من الزيت، علبه جبنه مثلثات، نص كوبايه من البابريكا، معلقه كبيره من الثوم الباودر، معلقه من البصل الباودر، وحبهان مطحون او انت حاطين حبهان؟ ماشي ماشي، ومكعبين مرق كفايه، والايه نص كوبايه الزيت. انا هنا شلت اللون عشان ناس كتير عايزه من غير لون، ناس ما بتحبش تحط الوان في الاكل مع انها الوان صحيه، ما فيهاش اي حاجه، عادي جدا انها تتحط في الحلويات وفي كل حاجه، بس ناس احنا ممكن مش عندنا، او مثلا احنا في ارياف او في مكان بعيد مش عندنا الحاجات دي، فعايزين نخليها من الطبيعه اكتر، فانا خليتها لكم من الطبيعه اكتر وزودت بقى البابريكا معانا، يعني حوالي نص كوبايه من البابريكا حوالي، والمرق مكعبين مرق بس عشان يديك الطعم اللي انت هتاخديه من بره، احنا كنا برده مزودين اكتر. فاتبع الاسلوب ده معانا النهارده برده هيطلع ان شاء الله حاجه حلوه من الايه اللانشون برده العادي بتشتريه من بره. تمام، ده كله هعمله فين؟ طبعا احط له زيتون، ما احطلوش عادي، يعني عايز تحطي زيتون حطي، مش عايز تحطي زيتون ما تحطيش، زي ما انت عايزه، وهقول لك تحطيه امتى. تمام، نقول المقادير من تاني عشان تتحفظ، ست بيضات، كوباية دقيق محمر، نص كوباية زيت، علبة جبنة مثلثات، نص كوباية من البابريكا. البابريكا دي على فكرة اللي هي الفلفل الأحمر، فلفل الرومي الأحمر، مش في شطة اللي هي من الفلفل الرومي الحامي، من الفلفل الحامي الأحمر. البابريكا بقى ده الفلفل الرومي الأحمر البارد. تمام كده، هشيل بس الحاجات دي كده، معلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر وشوية ملح وفلفل. والملح طبعا انا حط هنا شوية ملح وفلفل، انا حط مكعبين مرق بس، لو هزود ما احطش ملح خالص لان المكعب بيبقى خلاص فيه ملح كويس. هناخد كل ده في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد البيض، ست بيضات، بسم الله، طبعا انا عايزه اقول لكم اول مره كنا بنبحث بقى عن طريقه اللانشون والحاجات دي، يعني الواحد يعني اتفاجئ جدا ازاي لانشون وما فيهوش ولا حته لحمه، بس هو ده موجود في السوق كله. يعني النهارده هعمل معاكم ان شاء الله اللي بالفراخ واللي باللحمه، بس مش هتلاقيه هو هو اللي تجيبه من بره خالص، اللي بيجيبه من بره هو ده، ويحط له بقى قطع مختلفه وحاجات مختلفه. احنا انا هعمل باللحمه وبالفراخ عشان انت تزودي القيمه الغذائيه للوصفه، انما مش هتحسيها هي بالظبط اللي انت بتجيبها من بره. كده ست بيضات، كوبايه دقيق محمر، انا كده دخلت الدقيق في سوا ومنخول طبعا، نص كوبايه بابريكا اللي هو الفلفل اللي بيسموه قرنقوطي تيقلي، معلقه بصل بودر كبيره ومعلقه توم بودر كبيره، ماشي، ممكن نص معلقه من الحبهان بس كده مش كتير، نص كوبايه من الزيت، مكعبين المرق،
علبه جبنه مثلثات كلها. ده اللانشون الايه؟ طب مش هحط زيتون، الزيتون ده بقى احطه في الاخر سليم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بخلط حلو قوي فيها. طبعا ما بتزيدش ميه ولا اي حاجه. انا ايه؟ اقلب بس كده. هي دي كل المقادير. هقولهم تاني وانا شغاله برضو كذا مره. متأكد ان كل حاجة اختلطت. هي ايه بقى الموجود عندي هنا؟ ست بيضات، كوباية دقيق محمر، علبة جبنة مثلثات، حطينا توم وبصل باودر، والبابريكا نص كوباية بابريكا. حطيتش لون بقى، يعني لو ما عندكيش بابريكا ممكن تحطي شوية لون احمر، بس طبعا حطي معلقتين بابريكا عشان تديها طعم حلو. مكعبين من المرق، اي نوع بقى، تجيبي لحمه ممكن تجيبي فراخ ممكن تجيبي خضار، بس هو بيديها الطعم الجديد. بص بقى هجيب هنا ايه؟ اي كيس حراري يبقى طبعا احسن 100 مره. كيس حراري اللي احنا طبعا كل مره، بس عشان انا ما لقيتش هضطر اعمله في ده. انما انت في كيس حراري اللي هو بنشوي فيه الفراخ او اللحمه او الحاجات دي، بتجيبي المقاس الصغير مش الكبير، اللي هو مقاس فرخه. ننزل ده كده. طبعا تفضيها بالسباتولا حلو قوي. هناخد بقى كده، احط زيتون او ما احطش، دي حاجه ترجع لك. طبعا هو فاتح كده شويه، ممكن نزود البابريكا وممكن نحط لون زي ما قلت لك، بس انا ما حطيتش لون علشان كانوا طالبينه من غير لون. حط زيتون كده فيها كده، بصوا كده زيتون حلقات، ما كترش طبعا. اخد الهواء منها كده. احاول اعملها بقى ايه؟ مدوره بالاسترش. بس خلي بالك اي علامه بتعمليها بالكيس بتبصم فيها، بتبصم في الايه؟ في الدايره بتاعتنا او في الاسطوانه بتاعتنا. يعني دي كده هلاقيها مبصمه برضو هنا كده. انا عايز اشكلها اسطوانه. قالب صغير كده من اللانش. اجيب بس ورقه كمان الومنيوم. هحطها حوالي، بياخد حوالي ساعه، بيتسلق. حاضر. كده ميه بتغلي اهو، وراح احطها بسيبها ساعة، مية بتغلي ساعة
ساعة إلا 10 دقايق ماشي بس كده. هطلع فاصل ورجع بعد فاصل نكمل مع بعض بقية وصفات اللانشون. فاصل ونواصل. على قد الإيد ورجعنا من فاصل، ودلوقتي بقى هنعمل مع بعض اللي بالفراخ اللي بقول لكم عليه، هنعمله بالفراخ بس ايه مش هو ده الاصلي طبعا. هو طعمه حلو جدا وطعمه لانش وكل حاجه، بس ما افتكرش ان يعني الشركه هتكلف نفسها غير لو شركه كبيره بقى ان هي تعمل لانش للفراخ. يعني لو هو الرخيص بتجيبوه سعره قليل شويه، ده لا مش هو الفراخ خالص، بيبقى برضه زي ما احنا عملناه كده، عباره عن جبنه مع بيض مع الحاجات اللي احنا عملناها دي كلها والوان، ويدوك ايه الخلطه الثانيه. انما دي بقى هي دي لانشون الفراخ اللي هو عباره عن ايه. انا قربت جدا جدا من اللانشون العادي عشان اديكم نفس الطعم بس ناخد قيمه غذائيه للاولاد بقى الصغيرين من الفراخ. فانا عندي هنا حوالي نص كيلو من الفراخ المفرومه، صدور فراخ وفرمتها، سهل جدا فرمها اي حاجه عندك اي كبه عندك هتفرم الفراخ على طول. فايه عندي نص كيلو من الفراخ المفرومه، كوبايه برده من الدقيق المحمر، معلقتين كبار من البابريكا، انا مش عايزه الونهم بقى، يا اما اقل كمان عشان اسيبها بيضه زي ما هي، معلقه من البصل البودر، معلقه من الثوم البودر، 2 مكعب مرق، 3 بيضات، ونص كوبايه من الزيت. بالراحه بالراحه بالراحه. انا عايزه ادخل بس الاول ده لان الدقيق المحمر ده بيكلكع معاكي، فلازم ان احنا ننخله. ماشي، النخلط التاني قبل الحلقه. هقول تاني المقادير، نص كيلو من نص كيلو من الفراخ صدور الفراخ المفرومه، نص كيلو من صدور الفراخ المفرومه، 3 بيضات، كوباية دقيق محمر، معلقتين من البابريكا او معلقة واحدة ماشي عشان تخليها بيضة، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من الثوم البودر، نص كوباية زيت، 2 مكعب مرق، وما حطيتش جبنة لدي سبتها كده. هو بس ايه حلو موضوع الدقيق المحمر ده عشان تبقى الدقيق مستوي كده كده. انا حاسله برضه بس برضه بقى ايه كده احسن ان الدقيق يكون مستوي. بص عامل ازاي. عارفين بقى لو احنا عملناه من غير ما ننخله تفضل الكور دي زي ما هي في العجينه بقى، بتقرفك جدا على ما ايه تفك، وممكن ما تفكش اصلا وتبدأ معلمه في الايه في الخلطه دي اهو كده. بص كفايه كده اهو تمام. هاخد هنا الاول الفراخ المفرومه، نص كيلو فراخ مفرومه او صدور فراخ انا فرمتها، توم باودر وبصل باودر وبابريكا، مش هكترها عشان يفضل اللون ابيض بقى ايه فراخ، ولي معلقه كده، مكعبين مرق، هحط فلفل اسود مش هحط ملح عشان مكعبين مرق هنا كفايه، فلفل مش كتير رشه كده بس، 3 بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه من الزيت، نعجن بقى ننعم بقى ده كله مع بعضه حلو قوي بقى. برضو لهنا لو عايزه تضيفي زيتون اسود او زيتون اخضر ممكن برضو، او فلفل اسود اللي هو الحصى السليم برضو في الاخر بعد ما نخلص بنضيف له الحاجات دي.
ودي طريقة كمان للانشون الفراخ، يعني دي طريقة تانية. انا عاملة طريقة اولانية، حابة بقى تجربي الاتنين وتنقي اللي يعجبك زي ما انت عايزة. ماشي، هحاول المقادير من تاني. نص كيلو صدور فراخ، 3 بيضات، نص كوباية من الزيت، 2 مكعب مرق، معلقة كبيرة بابريكا، وبصل باودر، وتوم باودر، و ايه تاني بس كده، مفهوش جبنة، ودقيق طبعا، كوباية دقيق المحمر. دقيق محمر منخول، ماشي، دقيق محمر منخول. دي بقى مش تكس ولا حاجه، انا على طول على البلاستيك الحراري ده وانزل عليه على طول واشكلها اسطوانه. تحولت الى عجينه، بلاش شويه، بسم الله الرحمن الرحيم. ريحته لانشون يعني. ما انا بقول في طريقتين عندك بقى، شوفي الطريقه الاولانيه اللي كان فيها جبنه والحاجات دي والالوان والكلام ده كله، يعني عملت حلقه قبل كده برضو كلها لللانشون، بس كده بطريقتين، عندك طريقتين لللانشون. شوفي اللي يعجبك والمتوفر لديك من الموجود في البيت او موجود حواليك واعمليه. تمام كده، وديها خالص. نيجي بقى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نمسك بقى كده. عايزين نعملها ايه؟ اسطوانه برضو. شوف دي اسهل بقى، تبقى اسطوانه من التانية، كان لازم تتحط في كيس لانها سايله، انما دي ايه؟ لا، هتقدر بسهوله ان احنا نعملها ان شاء الله. كده انا حطيت ايه فيها وتحتيها، ونبدا نعملها اسطوانه كده. لو حاسه ان فيها اي هواء نضغط بس عليه كده. نطلع منها الهواء كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عايزه اقول كل ده هيعلم في البتاع، فعادي جدا يعني. طبعا تزعليش يعني لما تلاقي الكيس معلم، معلش مش مشكله. هي في اكياس بقى بتبقى ايه، بس يعني مش بتبقى طبعا صحيه. موضوع الاكياس اللي هي زي اكياس الراجل بيبيع فيها الفشار دي، عارفينها اللي بالعربيه. اكياس المخللات دي، هي دي. ظبط شكلها كده. هقول تاني عملتها ازاي. نص كيلو من صدور الفراخ المفرومة اهي، نعملها زي برضو شكل اللانشون بالظبط كده قدر الامكان يعني. نص كيلو من صدور الفراخ المفرومة، قبل ما اطلع بس فاصل. نص كيلو من صدور الفراخ المفرومة، كوباية من الدقيق المحمر، دقيق، كوباية دقيق، حطيتها على النار في الطاسة وقعدت احمر فيها لغاية ما غمقت شوية. يبقى ايه؟ كوباية دقيق متحمر، نص كيلو صدور فراخ مفرومة، 3 بيضات، مكعبين مرق، معلقة بابريكا، توم باودر، بصل باودر،
فلفل اسمر نص معلقه صغيره ونص كوبايه من الزيت. كل دوت طحنته مع بعضه في الكبه كويس جدا جدا، يعني خليته كده يبقى عجينه، وحطيته في الاسترتش، وبعدين حطيته في الورق الالومنيوم. ممكن احطه كمان مع دي عادي، بس ابقى عارفه مين الاولانيه ومين الثانيه. حتى شكل اللفه يعني باين دي ايه ودي ايه. خلاص احطها كده معايا، طبعا هطلع دي قبل دي، تمام كده. طيب هطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نعمل لانشون اللحمه. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض لانشون اللحمه اللي قلت لكم ما بقاش لحمه اصلا غير في الحاجات الايه الغاليه قوي. انا عندي هنا هنعمل بنص كيلو من اللحمه برضو عشان تجربي معانا، وبرضو مقادير مختلفه عن الاولانيه. انا عندي هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وهاخد عليها نص كوبايه من الزيت وثلاث بيضات، وبرضو كوبايه الدقيق اللي بنخلها المحمره، ماشي، برضو كوبايه دقيق محمره. بص بقى لونها اللون السكري كده او غمقه شويه لو انت عايزه، وتوم باودر وبصل باودر، وهنا بقى حطيت قرفه وجنزبيل ومكعبين مرق وشويه فلفل اسود طبعا، ومعلقه من البابريكا. هي كده كده حمراء، بس طبعا بنديها بابريكا دي طعم وتغمق كمان لون اللحمه معايا شويه. فهنا هعمل ايه، ثلاث بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاث بيضات، نص كوبايه من الزيت، توم باودر، بصل باودر، معلقه، كل ده معلقه كبيره، كل دي معلقه كبيره، بابريكا، معلقه صغيره بقى قرفه وجنزبيل، معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره جنزبيل، ومكعبين المرق. شوف سريع جدا والله، يعني ما فيهاش اي حاجه، مكعبين مرق وشويه فلفل اسود، مش هحط ملح بقى هنا، كفايه مكعبين المرق قوي، تمام. وهحط اللحمه، نص كيلو من اللحمه المفرومه، كده فاضل لي الدقيق بس برضو، خلص دول وهحط الدقيق المحمر. كده كل حاجه اتحطت في اللانشون بتاع اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. افرم بقى ناعم قوي، ولو انت مثلا عندك، لو هتجيبيها اللحمه من عند الجزار خليه يفرمهالك مرتين، يعني مش عندك في البيت وهتجيبيها مخصوص قول له افرمها لي مرتين، خليها ناعمه قوي، يعني خلي نص كيلو ده ناعم جدا جدا عشان ما يبقاش فيه محبب اللحمه فيه. ان انا مره قبل كده عملته وبعدين ايه كان معمول خشن شويه، ما ركزتش يعني، قلت خلاص هيبقى ايه حلو وخلاص او هيتفرم بالمفرمه دي وخلاص، طلع لا برده بعد ما استوى بقى عامل حبوب كده اللحمه، برده لا خشنه، هي عايزه ناعمه جدا جدا زي العجينه، زي ما عملنا الفراخ كده. شفت الفراخ الناس دي عامله ازاي؟ ناعمه خالص، هي نفس الحكايه برده، اللحمه لازم تكون ناعمه خالص. يعني طبعا اللحمه غير الفراخ، اللحمه تبقى صعبه، اللحمه تبقى صعب ان فرمها حتى صعب، فعشان كده خلي الراجل يفرمها لك وشين. انا كده حطيت الايه كوبايه الدقيق المحمر، بسم الله الرحمن الرحيم، وادعك فيها شويه علشان تنعم وتطلع مظبوطه لما اجي اقطعها بقى كده وانا بقطع اللانشون، ما تبقاش باينه عامله زي الكفته او عامله زي قالب اللحمه، لا تبقى ناعمه خالص زي ما بتشتريها من بره بالظبط. شلت المعلقه، معلش معلقه كمان نساعدها كده. وفرم تاني،
تعبت ولا ايه؟ تعب على فكره، سخن، مش عايز يدينا اخضر. لا خلاص خلاص، انا هعملها كده كفايه عليهم. ماشي، بس زي ما بقول لك كده اعمليها كتير كتير قوي، هو تعب مني الجهاز بس بيتدلع. والله احنا الحين عملنا حاجه، ده ايه ده الدلع ده؟ نجي بقى هنا كده، نفرد برضو استرتش برضو. يس 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 يس، صحيح كده، تمام كده. هقلب برضو عليهم دول، بس اتاكد كل شيء ياخد شكل بتاع الجنينه دلوقتي. هبلع على الفاضي. عشان بس اخدها كده ايه، لا وانا اللي بقول لكم اطحنوا حلو، اطحن بايديا في الاخر. المشكله دي هقول مقادير تاني عشان ما تتلخبطيش معايا. هنا حطينا ايه؟ حطينا نص كيلو لحمة مفرومة، عليها ثلاث بيضات، عليها نص كوباية زيت، عليها كوباية دقيق محمر، كوباية دقيق محمر، ماشي، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كل معالق كبيرة، قرفة وجنزبيل معالق صغيرة، ومش مهم نحط ملح عشان الكفايه الايه؟ ناخدها كده بس نفضي الهواء منها برضو. ماشي، ناخد كده. تمام. نشكلها برضو اسطوانة، ماشي، نظبطها بقى جوه ايه الالومنيوم برضو. خليهاش تخينة قوي، يعني معقول قوي لما تكون بالطول كده، يعني ايه معقولة. ان هي فتحت كده، مش عايزه اللحمه تطلع بره، فلازم تبقى متغلفه حلو جدا. بس كده تويتها خلاص. نظبط شكلها برضو بس كده، تمام. شوف بقى هنا ايه الاخبار، فين الاولانيه؟ اه دي الاولانيه شكلها ايه، تمام. استنى اطلع حاجه اطلعها عليها، بيبان كده لما تيجي تجس عليها تحس ان هي ايه، نشفت. بسم الله
وهنزل دي جنبها بقى كده، وبرده هستنى كده نص ساعه واشيل دي واسيب دي زي ما هي، بيبقى حتى لون الورقه بيختلف. تمام، نبص كده عليها، ولو حاسس ان فيها اي قلق ابداي ايه. لا زي الفل، هي كده هتبرد وايه وتنشف اكتر كمان، مش تبقى ناشفه قوي يعني من هو، لا يعني بصوا كده فيها طراوه كده، بعد كده تجمد تبقى مظبوطه. تمام، طيب هطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. فاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض بقى بيتزا باللانشون ده. اه بصوا اللانشون، بصوا ادي مستويات اللانشون، طبعا الفراخ، عايز اقول لكم دي اللحمه اللي هي بتسموها لحمه اسمها ايه، بيسموها ايه مش عارفه اسمها، عامه هي لانشون اللحمه وخلاص، بس دي بقى اللحمه اللي هي الايه العاديه خالص اللي بتشتروها، اللي انا مش حاطه لها لون، دي انا عاملاها بابريكا، حاطه نص كوبايه بابريكا فاداني اللون الغامق ده. لو انت عايزاها زي بتاعه بره بالظبط اللون الفاتح يبقى لون بقى، حطي الوان. انت عامل احمر اللي عملناها قبل كده وكانت حمراء لونها بامبا وجامده جدا، هي كانت معموله من اللون. انا قالوا لي لا ما تعمليش بلون، احنا عايزينه بالوان موجود او حاجات موجوده معانا، فحطينا البابريكا اللي هو الفلفل الارناؤوطي اللي هو الفلفل الرومي الاحمر اللي مناشف، وعاملينه زي الشطه كده بودره. فعملنا كده، ده اللانشون العادي، لانشون الفراخ، لانشون اللحمه. هتقولوا لانشون اللحمه دوت ليه فاتح كده؟ لانشون اللحمه فاتح علشان هو فيه دقيق وفيه حاجه وبيض والكلام ده كله فمفتحه، وحتى بابريكا ماشي برده ده بيحط له لون، يعني ده بيحط له لون احمر وده بيحط له لون احمر برده، انما الفراخ اه بنسيبها زي ما هي باللون اللي انتوا شايفينها بيه ده. تمام كده؟ طيب هعمل منها بيتزا زي ما قلت لكم، نعمل بيتزا. ده انا سايباها تبرد، بص كل ما بتبرد كل ما بتنشف، دي بتقعد تاني يوم افكها، يعني ده عاملينه من امبارح في الثلاجه، دي ببدا احطها في الثلاجه لغايه تاني يوم ابدا ان انا افتحها. تمام، فهسيبها كده لغايه تاني يوم وبعدين افتحها. هعمل بيتزا بقى اللي كلكم بتحبوها، هنعملها بطريقه بسيطه جدا، وهنعمل من منتجات اللانشون بتاعتنا. انا عندي هنا كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، معلقه خميره كبيره، معلقتين من الزيت او ربع كوبايه زيت، رشة ملح ورشة سكر، وهنعجن بالمية. بسم الله. عجينة البيتزا كوبايتين دقيق، عجينة البيتزا كوبايتين دقيق، معلقة خميرة، رشة ملح ورشة سكر، نقلبهم مع بعض، معلقتين من الزيت، عجينة بسيطة خالص وغير مكلفة تماما، في أي حتة في الدنيا بتتعمل كده. احنا لو بنزود زبادي، بنزود لبن، بنزود أي قيمة غذائية تانية، احنا نبقى بنغلي الحاجة بتاعتنا أو بنخليها قيمة غذائية عالية، إنما في أي مطعم من مطاعم إيطالي مش إيطالي، هي دي عجينة البيتزا اللي هي بتبقى في أي محل، أي محل مش بيحطوا لها لبن ولا زبادي ولا الكلام ده، ممكن آخره لو حط لبن بودرة يبقى ماشي. بس نعملها عجينة طرية، هحشيها ايه؟ هحشيها لانشون، نعمل كده واطري بيها العجينة وخلاص على كده. طبعا بايديكي سهل جدا، يعني مش لازم عجان ولا حاجه، ما فيهاش حاجه اصلا العجينه، عجينه طريه. ناس كتير قالوا لي احنا ممكن نحتفظ بالعجينه دي من الفريزر. اه ممكن تحتفظي بيها، بس ازاي؟ لازم تحطيها يا اما في صواني، يا اما تجيبي الصواني اللي هي الصواني الالومنيوم دي، عارفينها اللي هي الالومنيوم اللي بتترمي دي، وتفرديها فيها وتدخليها الفرن، ده ممكن. انما تشيليها كده عجينه في الفريزر لا، هتبوظ منك يعني، الاغلبيه هتبوظ. مش عايزه ادخلك في مخاطرات يعني، اه ممكن تنجح وممكن يعني الاغلبيه لا هتبوظ منكم. عايزه بس شويه دقيق. فالاحسن افردي وحطي في الايه
في الصينيه، دخليها الفريزر، طلعيها من الفريزر، حطي عليها الخلطه، لان انت ممكن مثلا تعملي 10 بيتزات مش هياخدوا منك صف قد كده في الفريزر. صواني 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 فوق بعضها عجين، وطلعي حطي الحشوه بقى زي ما انت عايزه. تمام كده اهي مظبوطه كده، هسيبها بقى تخمر. اجيب لك بس الخمرانه من العجينه. طبعا مدة العجين لما تخمر خالص في مكان دافي، وبسيبها فترة حلوة يعني لقاها كده كبرت قوي، هي ده كده مدة الخمارة. عشان كتير يقولي ايه طيب احنا هنخمرها قد ايه او مدة تخميرها قد ايه، لا مش بالمدة، هو بالمكان اللي انت بتحطي فيها المكان يكون دافي، وبعدين بتروحي ايه سايباها لما تبقى بالمنظر ده، تلاقي الكرة اللي قد دي طبعا واضح قوي ان هي بتكبر تتضاعف حجمها، يبقى قدها مرتين خلاص كده تبقى خبرت. كده نغطيها واسيبها برضو ايه تخمر. انا بقى هحشيها بس اللانشو اللي انا عاملاه ده وجبن، اكتر من كده مفيش. والصلصه، صلصه الايه، انا جايبه الصلصه دي جاهزه، دي تبقى بطرمانات جاهزه كده زي الايه زي الصلصه العاديه. وممكن طبعا تعمليها انت بتبقى احلى كمان، اللي هي بيبقى كوبايه عصير طماطم عليها فصين ثوم عليها شويه زعتر عليها شويه زيت، كل ده فصين ثوم مفرومين طبعا، كل ده يغلي على النار وهيعمل لك الصلصه على طول. تمام، بس انما انا عشان هنا مستعجله بس مش لسه هعمل طريقه كمان الصلصه دلوقتي، فانا جبتها صلصه جاهزه. انما انت ممكن تعمليها كوبايه عصير طماطم، فصين من الثوم مفرومين، شويه زعتر، معلقه زيت، واحطها على النار لغايه ما تتسبك تلات ارباع تسبيكه او نص تسبيكه، لازم تبقى تقيله يعني خفيفه شويه عشان احطها على الايه على العجينه، تفرد معايا على العجين. حلو، بفرد دي قد الصينيه. وطبعا لو انت عايزاها، لو انت عايزاها بيتزا تخينه بتسيبي العجينه تخينه، عايزاها رفيعه يبقى بنفرد، بس اكتر من كده مفيش. عشان يقولوا لي احنا العجينه تطلع معانا تخينه قوي، ما هي طلعت معاكي بيتزا تخينه ليه؟ عشان ما فردتهاش حلو، فردتيها حلو قوي رفيعه كده زي ما بنعمل العيش، تطلع معاكي رفيعه. ضايقتك وانت بتفردي مثلا كده وعماله ترجع تاني تكش زي الاستك، استني عليها شويه كده، سيبيها شويه يعني دقيقتين ثلاثه كده وارجعي فرديها تاني، هتلاقيها ايه فردت معاكي حلو. ماشي، بسم الله. نظبطها بقى على الصينيه كده. صلصه، صلصة البيتزا مش صلصة العادية. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هتعملي بصلصة عادية طيب، أنا عايزة أحط إيه؟ لأ أنا عايزة أحط بالصلصة العادية، مش عندي صلصة البيتزا. خدي بقى إيه معلقة كبيرة كده أو معلقتين من الصلصة العادية أو معلقة كبيرة كفاية، وحطي عليها شوية خل صغيرين وشوية زيت وشوية زعتر وافرزي بيها، مفيش مشكلة. شوية خل وشوية زيت وشوية زعتر، ممكن تحطي كاتشب يعني أي حاجة بقى سريعة معاكي. هنا بقى أنا هاخد إيه؟ أنا هنا عايزة آخد من اللانشون بتاعي،
ممكن نعمله لكم ايه بقى؟ انا عندي جبنه رومي، جبنه موتزاريلا وزيتون العادي خالص بقى، ازود لهم لانشون، ممكن ناخد من العادي وممكن ناخد من الفراخ وممكن ناخد من اللحمه. ناخد من ايه؟ بصوا اللحمه فاتحه ازاي عن اللي احنا عاملينها، ليه ما فيش اي لحمه خالص خالص يعني. ف ممكن ايه ناخد من الغامقه دي ولا ناخد ايه من دي؟ دي شكلها كبير، شكلها قليل، ناخد من دي. طب نقطع من بره نشوفه برده الكلام بتاعكم ده. بصوا اهي طبعا ممكن تقطعه رفيع قوي زي ما انت عايزه كده انت وشطارتك بقى. بصوا تاني يوم بيجمد ازاي. عايزاها هيبقى لونها وردي زي ما عملناها المره اللي فاتت، تحطي لون احمر. انا عملت لكم كل الوان الطيفه بقى مفيش حجه. الفراخ ما ايه تتوسخ من دي كده ليه؟ اعمل دي فاتحه فرن على طول انا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده لانشون الفراخ ماشي. وده لانشون اللحمه، اللحمه بقى ان شاء الله شوفوها في الاعاده وجربوا اي حاجه منها. عشان ناخد دول بس عشان اعمل بيهم ال اعملهم بتاع ده بيتزا. انا هاخد كده اجيب بوله هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احط جبنه رومي مبشوره جبنه موتزاريلا زيتون حلقات بسم الله ان شاء الله. من علينا عايزه اي بلانش يا ولاد. قطعها طبق ماشي. ناخد بقى اللانش اللي انا عاملاه ده هنعمل منه الايه؟ البيتزا. انا كده خلطت كله على بعض اهو، اسهل حاجه بقى. ناخدها كده، انا هقطعها الاول حلقات وبعدين ناخدها كده. فتفتها كده. ماشي؟ اخد بقى ده واحطه هنا. على الخلطة دي وأقلبها. جبنة مع اللانشون مع الجبنة الرومي والموتزاريلا والإيه والزيتون، وهروح منزلها على العجينة الخمرانة اللي أنا حط عليها الإيه الصلصة بس، وادخلها الفرن. حابه تقطعي فلفل اخضر معاها ماشي حلو برضو، مش عايزه هي كده برضو حلوه لطيفه جدا. الفاصل اللذيذ، هطلع في فاصل وهنرجع بعد الفاصل اقول لكم عملنا مع بعض. فاصل ونواصل. على قد الايد. رجعنا من الفاصل وعملنا اللانشون وبيديه اللانشون بالطرق اللي انتم شايفينها دي، دي بالطرق الجديدة شوية اللي احنا ملخصين فيها حبة حاجات كويسين. احنا هنا عملنا اللانشون العادي خالص اللي هو
من غير لحمه اللي هو بالبيض والجبنه والتوابل. وطبعا زي ما قلت لك لو عايزاها اللون الوردي زي ما بنشتري بيضات من بره، في الفيديو الاولاني او في التصوير الاولاني اللي انا عملته كان لونه بامبا خالص، ده عشان كان عليه لون احمر. انا هنا عملته بالبابريكا، يعني زي ما انتم عايزين تعملوه، حطي لون او حطي بابريكا زي ما انت عايزه. فده اللي هو من غير لحمه اللي هو فيه بابريكا وبيض وجبنه والتوابل بتاعتنا كلها ومكعب المرق والزيت والدقيق المحمر، هنا الدقيق المحمر ماشي. عملنا دي بالفراخ برضو، الفراخ المفرومة اللي برضو شلت حاجات وحط حاجات، يعني دي طرق لانشون جديدة، دي طرق لانشون جديدة. ياريت تشوف في الإعادة كل الحاجات دي، لو في وقت ان انا اعيد يا جماعة اقول مقادير من تاني معايا قد ايه، في وقت ان انا اقول من تاني المقادير؟ لا حلوين سبعة. طب ماشي، لا انا هقول لكم المقادير. بص بقى، هنقول اللانشون اللي هو العادي اللي من غير لحمة، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ست بيضات، ست بيضات، علبة جبنة مثلثات ماشي، نص كوباية من الزيت، كوباية من الدقيق المحمر، بحمر الدقيق وبعدين هنخله، ثلاث مكعبات مرق، نص كوباية من البابريكا، ولو مش هحط بابريكا وعايزاها لون وردي زي اللي بجيبها من بره بحط معلقة بابريكا واحدة، وبحط بعد كده معلقة من اللون الأحمر بتاع الحلويات العادي خالص، تمام كده؟ بضرب ده كله في الخلاط، حط شوية فلفل أسود، بحط شوية من الملح بسيط جدا، لو حط ثلاث مكعبات ما بحطش ملح خالص، بيبقى أحط شوية فلفل أسود بس. كل ده بيتضرب في الخلاط، بحط كله، كل لحمة البيض مع الجبنة مع الدقيق مع الزيت مع وتوم وبصل بودر والبابريكا واللون، كل ده يتخلط مع بعضه حلو جدا، وبعدين انزله في كيس حراري يعني اشكله زي الاسطوانه، وبعدين جوه ورق الومنيوم واسلقه لمده ساعه، من ساعه لساعه وشويه، وبعد كده احطه في الثلاجه لغايه ثاني يوم، تمام كده؟ عملنا كمان لانشون الفراخ بالفراخ المفرومه، جبت نص كيلو فراخ مفرومه عليها ثلاث بيضات، نص كيلو عليها ثلاث بيضات، عليها نص كوبايه من الزيت، كوباية من الدقيق المحمر المنخول، عليها 2 مكعب مرق، توم باودر وبصل باودر، وشوية فلفل اسود، طبعا ممكن تحط فلفل الحصى في الآخر، وممكن هنا نحط زيتون برضو في الآخر بعد ما خلصنا الخلطة كلها. بنعجن مع بعض ده كله كويس جدا، وهنروح حاطينه برضو على الاسترتش على طول، ونبدأ إن احنا نشكله اسطوانة وورق ألمونيوم ونسلقه لمدة ساعة. عملنا كمان اللي باللحمة، اللي باللحمه ده نص كيلو لحمه مفرومه ناعم جدا جدا، لو يعني وانت بتشتريها قولي له انا عايزاها وشين، اعمل لي اللحمه وشين، فيديك ناعمه قوي، هنحط عليها كوبايه الدقيق برده نفس الحكايه، كوبايه الدقيق المحمر، ثلاث بيضات، مكعبين مرق، ملح وفلفل، قرفه وجنزبيل، بصل باودر وتوم باودر وبابريكا، وكل ده وطبعا نص كوبايه الزيت، كل ده يتطحن مع بعضه حلو جدا، وبعدين برده على الاسترتش وابدا ان انا اشكله اسطوانه وورق الومنيوم واحطه في الحله فيها ميه لمده ساعه لساعه وربع بكتير قوي، تمام كده؟ عملنا منها البيتزا، خدنا من اللانشون بتاعنا قطعناه خلطنا معاه، قطعناه صغير خالص مكعبات، خدت معاه جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، شويه زيتون، شويه بس كده، خلطتهم مع بعض، وبعدين فردت العجينه اللي هي عجينه البيتزا، اللي هي كوبايتين من الدقيق، معلقه صغيره خميره، رشه ملح ورشه سكر، ومعلقتين من الزيت، وعجنتها بالميه عجينه طريه، سبتها تخمر، فردتها في الصينيه زي كده، فردتها على البنشاب الاول، وحطيتها في صينيه، حطيت عليها صلصه البيتزا اللي انا شاريها جاهزه، وبعدين حطيت عليها الخلطه دي كلها كده، دلقتها عليها على طول ودخلتها الفرن بس كده، وكده خلص حلقتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم، هستنى بقى ان شاء الله كل اسئلتكم، ويا رب كل اللي جرب كده يصور ويوريني او حتى بس يقول لي ايه رايه، وان شاء الله على خير، اشوفكم الحلقه الجايه، اللقاء.
Thank you.